السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نبدأ على بركة الله المراجعة المكثفة استعدادا لامتحان البورد الأمريكي سبرينج اكزام 2022 اللي احنا دايما بينعقد في الفترة من نهاية أبريل تقريبا 20 أبريل إلى أول مايو 10 مايو. بنقول دايما إن لازم الصيدلي فينا يكون واعي ولازم يحصل على شهادة تميزه عن غيره، لأن أعداد الصيادلة اللي بتخرجوا كل سنة بقت بالآلاف. وصلنا أكتر من 350 ألف صيدلي في مصر، ويمكن عندنا 500,000 في الوطن العربي. وعشان كده اللي هيكون لهم مكانة مميزة هم أصحاب الشهادات المميزة. شهادة البورد الأمريكي خدت وضعها من فترة قريبة، يعني من 2014 المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية أصدر قرار بمعادلة الشهادة بدرجة ماجستير في الصيدلة الإكلينيكية. في ناس هتقعد تقول لك إيه، طب ما هو بعد ما أخد الماجستير ده مفيش جامعة هترضى تخليني أحضر الدكتوراه. أقول له يا راجل، فأنت لما يبقى معاك درجة ماجستير حتى لو مش هتحضر الدكتوراه دي حاجة قليلة. حتى مجرد إن يبقى معاك شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة ماجستير صيدلة إكلينيكية دي حاجة مميزة. وبرضه السؤال التاني اللي ناس كتير هيشوفوا الفيديو ويسألوه، يا دكتور الكلام ده كان قبل 2014. أحب أبشرهم وأقول لهم حاليا تم رفع قضايا كتير على المجلس الأعلى للجامعات، وأجبر المجلس الأعلى للجامعات على معادلة جميع الشهادات بعد معادلتها كمرحلة أولى بدرجة تمهيدي ماجستير، تمت معادلتها نهائيا بدرجة ماجستير في الصيدلة الإكلينيكية. وهناك محامي خاص لأكاديمية تيم يقوم بجميع إجراءات المعادلة من الألف للياء. وأي حد حابب يتواصل معايا عشان أوصله بالمحامي ده، إحنا تحت أمر الجميع. برضو أهمية البورد الأمريكي ظهرت بشدة خاصة بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة على صفحتها الرسمية أنها تقدم الدعم الكامل لعدد كبير من الصيادلة داخل الإمارات للحصول على درجة البورد الأمريكي، طبعا من أبناء الدولة، لأنهم عايزين يجهزوا كوادر مميزة من الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي. كمان وزارة الصحة المصرية بدأت تعمل تصنيف للصيادلة المصريين عشان تخلي كل واحد يحصل على حقه في الترقية. خلت التصنيف ده في صورة درجات معتمدة على الشهادات الحاصل عليها الصيدلي، يعني مثلا الصيدلي اللي معاه درجة دكتوراه ياخد 17 درجة، واللي معاه ماستر في الكلينيكال ياخد 15، واللي معاه فارم دي ياخد 20، طب اللي معاه بورد شوف كده ياخد 14 درجة. فانت لما يبقى معاك بورد وتروح كمان تعادل بماجستير يبقى 15، يبقى معنى كده ان البورد الامريكي بيديك 29 بوينت في سلم الترقي الوظيفي داخل وزارة الصحة المصرية. ده انت كده ممكن تبقى رئيس قسم وصيدلي اول بسهولة جدا. طيب ايه كمان؟ الكليات الصيدلة في الجامعات المختلفة بتعطي اولوية للالتحاق بالبرامج للحاصلين على درجة البورد الامريكي، بمعنى ان اللي معاه بورد امريكي هيبقى له درجة معينة اثناء الاختيار ما بين الطلبة اللي مقدمين في برامج زي الفارم دي او الماستر او الدكتوراه. يعني ممكن وانت بتقدم في برنامج الفارم دي سبب دخولك البرنامج هو ده حصولك على شهادة البورد الامريكي، وده يديك اولوية عن غيرك من الصيادلة. معنى كده ان بكل فخر نستطيع ان نقول ان الصيدلي الحاصل على شهادة البورد الامريكي على راسه ريشة، فعلا كلمة على مسمى وبدون ادنى اي خجل او تردد. طب افضل مكان تبدا فيه دراسه الكورس اللي هيجهزك انك تدخل امتحان البورد الامريكي وتجتازه بفضل الله، طبعا بلا شك الجميع يجتمع على كلمه واحده ان اكاديميه تيم هي الاولى بين جميع مراكز التدريس بفضل الله تعالى. اكاديميه عريقه جدا بدات قصتها من يوم 8 نوفمبر 2013 ولا تزال مستمره للسنه الثامنه على التوالي. 767 صيدلي. معظم مراكز تدريس البورد اساسا ما عرفوش يشرحوا بورد الا بعد ما اكاديميه تيم وحطت لهم طريق الشرح ازاي واسلوب الشرح ازاي. كلهم تقريبا يعتبروا طلبه متخرجين من عندنا. طيب كل يوم بتوصل لنا تيستيمونيالز، الاقوال اللي بتعتبر فخر ووسام على صدورنا، اللي بتشيد بفريق العمل داخل اكاديميه تيم، فريق العمل الفارماكوثيرابي الدكتور المميز جدا دكتور ايمن غازي ودكتور هشام عوني المسؤول عن جزء النون ثيرابيوتكس. فالكل بياكد كمان ان امتحان البورد الامريكي تقريبا ما بيخرجش عن الاسئله بتاعه اكاديميه تيم، لدرجه ان في ناس بتقول لك هي اكاديميه تيم هي اللي بتحط الامتحان يا جماعه ولا ايه، من كتر ما بيلاقوا الاسئله بتاعتنا طبق الاصل كده في المراجعه بفضل الله تعالى.
درجة إن بيقول لك أكتر من 90% من الأسئلة موجودة في المراجعة بتاعتنا، وواحد يقول لك الأسئلة بتاعت امبارح كلها جت، والتاني يقول لك في أسئلة عايزة تفكير، لكن إجمالا الامتحان حلو. كل الأقوال دي طبعا بتدعمنا وبتخلينا نزود ابتكارنا يوم ورا يوم، لأن أكاديمية تيم الكي فيها للتقدم والتطوير هو ده اللي بيخلينا دايما الأوائل بين جميع مراكز التدريس بفضل الله أولا وأخيرا. تعالوا بقى نتكلم عن البرنامج بتاعنا، برنامج البورد الأمريكي اللي بيجهزك لامتحان الفارماكوثيرابي اللي هيتم في شهر أبريل من 2022 اللي هو سبرينج إكزام. البرنامج ده هيتم على مرحلتين، ستيج 1 وستيج 2. ستيج 1 هقدم لك فيه شرح كامل لكل التوبكس بتاعت الكورس. يعني ايه شرح كامل لكل التوبكس الكورس؟ الجدول قدامك اهو مبين اسماء التوبكس: نيورولوجي، ستادي ديزاين، بايو ستاتستكس، بيدياتريك، مان اند وومن، اندو، فلويد، انفكشن، سايكاتري، ريجولاتوري، بالمونري، اميونايزيشن، كريتيكال كير ونفرولوجي، اديوكيشن وكوميونيكيشن، اتش اي في واكسترا توبكس، كارديولوجي وانكولوجي، وكاينيتكس وجي اي تي، وكمان جيرياتريكس وايكونوميك. احنا حاطين مده مخصصه لدراسه كل توبيك، يعني مثلا النيورولوجي مخصص له 12 يوم، هتبدا يوم 1 يوليو لحد يوم 12 يوليو. اثناء المده دي هتلاقي على الدرايف اللي موجود على صفحه الجروب السري بتاع الاكاديميه كومبليت اكسبلانيشن للنيورولوجي، وكمان فوكس بوينت كامله للنيورولوجي، وبنوك اسئله كامله للنيورولوجي مع تحديد يوم هيتم الاعلان عنه على صفحه الجروب للدسكشن. ليه بقى اليوم ده؟ لانك انت بعد ما تسمع الحاجات دي محتمل ان انت محتاج استشاره الدكتور المسؤول عن التوبيك في نقطه معينه. فاحنا عندنا الشات الجماعي، الشات الجماعي ده اللي بيجمع كل افراد الجروب في مكان واحد مع فريق التدريس، واي حاجه عايزينها بيسالوا فيها، ويوم محاضره الدسكشن الدكتور بيدخل عشان يقول لهم عملتوا ايه بقى وسمعتوا الفيديوهات وايه رايكم فيها، ويا ترى الاستفسارات اللي الناس بعتتها لي هي دي بس ولا في حد عايز استفسارات تانية، ويبدا يقول لهم الاستفسارات ديت الرد عليها ايه، وينتهي المده المخصصه للتوبيك بامتحان تقييمي. بقى عايز اتاكد المجهود اللي انا عملته ده الايفالويشن بتاعه ايه. فانا في نهايه المده يوم اللي هو اليوم ال 12 في الساعه 9 مساء يتم رفع امتحان تقييمي لقياس مستوى الدارسين، وينتهي المده المخصصه للنيورو عشان نبدا المده المخصصه للايه للتوبيك الثاني، وهكذا تتوالى الامور. وبعدين عشان احكم الموضوع واخليك تفتكر وتذاكر، اعمل لك امتحان تقييمي بعد التوبيك الثامن الانفكشنز ده، هعمل لك امتحان على كل اللي فات يوم 24 سبتمبر، وبعدين نبدا توبيك جديد، وبعدين نوصل لايه لحد الاديوكيشن كوميونيكيشن يوم 9 ديسمبر، اعمل لك يوم 12 ديسمبر امتحان على كل اللي فات تاني، وبعدين ابدا المرحله الثالثه من التوبكس، ويوم 23/2 اعمل لك امتحان كامل على كل التوبكس اسمه ثيرد لونج ايفالويشن اكزام، 175 سؤال في نفس التايم المخصص في امتحان البورد اللي هو ورقتين، ورقه اولى 100 سؤال ومن 150 دقيقة، والورقة الثانية 75 سؤال 112 دقيقة. وبعدين بقى نبدأ ستيج 2 بقى. اوعى اوعى وشك وسع الستيج 2 اللي بينجح كل الناس، المعسكر بنك أسئلة أكاديمية تيم يا جدع، اللي كل الناس بتتكلم عليه في كل مكان فوق كل أرض وتحت أي سماء، التورنيدو، إنها العاصفة المدمرة التي تدك كل النقاط الحصينة في البورد الأمريكي وتجعله كتابا مفتوحا أمام كل الدارسين في أكاديمية تيم. إن هذه المرحلة سوف تبدأ في الخامس من مارس 2022. زي ما أنتم شايفين أكاديمية تيم أكاديمية منظمة جدا، كل يوم عندنا باليوم والساعة والثانية، واليوم والساعة والثانية أنا حاسس بيك وحاسس إن أنت هتعدي امتحان البورد إن شاء الله. تمام؟ طيب دلوقتي بقى عايز اشوف ايه يا ترى هو نظام الدراسه هيبقى ازاي يا دكتور. كل الدارسين يتم اضافتهم الى جروب سري على الفيسبوك، حيث يتم النظام تعليم عن بعد. يعني ايه تعليم عن بعد؟ جميع الدارسين قاعدين في بيوتهم وجميع المحاضرين قاعدين في بيوتهم، امال هنتقابلوا ازاي؟ هنتقابل عن طريق قاعه افتراضيه زي نظام الزوم او كده، هيتم وضع اللينك لدخول القاعه اليوم المخصص للمحاضره، يتم الاعلان عنه على صفحه الجروب. طب افرض عندي شغل ومش هحضر المحاضرة، ما تقلقش برضه أكاديمية تيم بتحل كل المشاكل. خلال 24 اور المحاضرات اللايف هتوصلك ريكورد، وهيوصلك البي دي اف اللي الدكتور كان فاتحه وبيشرح منه داخل الفيديو اللايف.
طيب مين الاستاف بتاعنا؟ دكتور هشام عوني مدير اكاديميه تيم، خريج صيدله طنطا 2000، حاصل على شهاده البورد الامريكي في تخصص الفارماكوثيرابي سنه 2013، وحاصل على درجه الفارم دي من جامعه المنصوره سنه 2015، وحاصل على شهاده بدراسه الاحصاء الحيوي من الجامعه العريقه جدا جامعه هارفارد 2014، وكمان شهاده بدراسه التايم مانجمنت من جامعه كاليفورنيا سنه 2014، واخيرا حاليا هو طالب ضمن برنامج الدكتوراه في الاحصاء الحيوي من جامعه الاسكندريه. والدكتور العظيم جدا 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 دكتور ايمن غازي، خريج صيدله الازهر 2008، والحاصل على دبلومه الكيمياء الحيوي من جامعه المنصوره 2009، وكمان شهاده البورد الامريكي في تخصص الفارماكوثيرابي سنه 2016، وكمان درجه الفارم دي من جامعه المنصوره سنه 2021. نيجي بقى لمرحله الامتحان. هو ايه الورق المطلوب للامتحان يا دكتور؟ 5 ورقات: شهاده البكالوريوس مترجمه انجليزي، ترخيص مزاوله المهنه مترجم انجليزي، وثيقه تعليميه اقرار بدخولك الامتحان واحنا اللي هنجيبها لك ونديها لك، شهاده الخبره وبرده احنا اللي هنديها لك ونعملها لك ما تخافش، وملف وورد مكتوب فيه البيانات التاليه وتبعته لنا، عشان اكاديميه تيم هي اللي بتسجل لكل الدارسين وتعمل لهم كل الخطوات، لان طلب التيم عندهم مهمه واحده بس، هي يذاكروا وبس. احنا بنعمل كل حاجه، هم بس بيذاكروا وبس. امتحان البورد الامريكي طبعا بفكركم بيتعمل مرتين في السنه، مره في ابريل ومره في سبتمبر. مره في ابريل وبيسموه سبرينج اكزام، ومره في سبتمبر وبنسموه الفول اكزام. رسوم الامتحان $600. الامتحان بيبقى على ورقتين، 175 سؤال. الورقه الاولى 100 سؤال في 150 دقيقه، طبعا دقيقه ونص لكل سؤال. والورقه الثانيه 75 سؤال 112 دقيقه ونص. الباسنج سكور 500 من 800. تذكر دائما وابدا ان يوم التسجيل لامتحان البورد الامريكي، يوم التسجيل لابد ان يكون تاريخ ترخيص مزاوله المهنه مر عليه 3 سنين، هذا بالنسبه لتخصص الفارماكوثيرابي والنيوتريشن. اما باقي التخصصات فانها تتطلب 4 سنوات من تاريخ ترخيص مزاوله المهنه. اوعى تقول لي انا نفسي اخد البورد لكن مشغول، انا نفسي اخد البورد لكن عندي اطفال، انا نفسي اخد البورد لكن عندي مشغوليات كتير وقدراتي على المذاكره مش عاليه، ما بقدرش اذاكر كتير. اوعى تقول لكن لكن لكن، لان اكاديميه تيم حطمت حائط اللواكن ومكنت جميع الدارسين الراغبين في الحصول على الشهاده من رفع شهاده البورد عاليه خلال مده قصيره جدا من الجهد المميز الذي يشهد به الجميع. اياك ان تستسلم، فالطريق طويل جدا جدا جدا، ولذلك لابد من العمل بكل جهد واخلاص من الدقيقه الاولى، لانه على قدر اهل العزم تؤتى العزائم، وكلما كان هدفك كبيرا كلما كان الجهد اللازم لتحقيقه كبيرا جدا. يلا بينا كلنا نحلم باليوم اللي هنبقى فيه بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست، لقب غالي جدا 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 جدا، لقب بينقلك من مجموعه عددها 350,000 الى مجموعه عددها 10,000 على مستوى العالم فقط، هم اللي معاهم الشهاده دي في جميع التخصصات. تخيل هتنتقل من عينه عددها 350,000 الى مجموعه عددها 10,000. اكاديميه تيم نجحت اكثر من 767 واحد بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، وكل 50 واحد بنعتبرهم نجمه على صدر اكاديميه تيم. طبعا 767 بيعملوا 15 نجمه، معانا كمان 17 واحد، محتاجين 33 واحد عشان نكمل النجمه 16. ان شاء الله بامرك يا رب بعد امتحان البورد الاخير ده اللي تم، العدد ده هيكتمل ويزيد كمان ونوصل للنجمه ال 17 وال 18 وال 19 وال 20. اوعى تتردد واحجز معانا دلوقتي لو انت فعلا ناوي تكون بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست. برنامج المراجعه المكثفه الخاص جدا لامتحان البورد الامريكي سبرينج اكزام 2022، اللي اول توبيك فيها هيبدا يوم 1 يوليو 2021، وهنستمر الى ابريل 2022. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.